السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب الغالين. طبعا اتفرجنا على مجموعة دلابر ألمانيا محترمة جدا جدا جدا. هنتفرج على حمام تاني، مستويات جبارة تانية، شروسرات، حمام فوق الخيال، جنطات. أي حد يعوز أي حاجة رقم محمد أحمد في العنوان حضرتك بتتواصل عليه، اللي انت عايزه منه تطلبه منه. تمام، مكاننا يا جماعة المحلة الكبرى متاح الشحن، أخوكم عمرو أبو زياد. بيسعدني اشتراكك وتعالوا بينا نتفرج على بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أشرف خلق الله. بصوا يا جماعة، دي شوريسة، شوريسة أمريكا أهو، ده شوريسر أمريكا، مستويات محترمة. الحمام ده كله استيراد خارج، مفيش مصري. الحمام ده كله يا جماعة استيراد خارج، مفيش مصري. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لصاحب المال يا رب. الجزء منه وليكن بيعمل كام؟ حسب التقليب وحسب الساعة، في الثمانية، في بعشرة، في بسبعة، في بستة. عشان حضرتك اما تيجي ترن على محمد انا بريحك وبقول لك من دلوقتي في بثمانية، في بعشرة، في بسبعة. كل حاجة ولها تقلبها، كل حاجة يا جماعة ربنا يبارك لصاحب المال يا رب وليها تقلبها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك واحمي المال لصاحبه. حمام فوق المحترم بشويتين. انا هفرجكم جميع برضو الالوان والطفرات اللي انتم تحبوه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. اهو دي طفرات بقى، ده اندونيسيا. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، خليكم معانا نجيب لكم بقيه الحمام. طبعا جينا مكان تاني نجيب بقيه الحمام. دي امريكان شوريسر، امريكان شوريسر، عشان تبقى انت عارف حضرتك محتاج اي حاجه من محمد احمد قول له مثلا انا محتاج كذا، اللي موجود عنده هيقولوا لي. طبعا دي الالوان طفرات يا جماعه اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب المال يا رب ويديله خيرهم. حمام الله اكبر، تكوين جسماني محترم جدا جدا. بصوا يا جماعه الشكل والتكوين. لغايه دلوقتي انا بجيب لكم الشروسرات الامريكان شوريسر. اه يا جماعه اتفرجوا براحتكم خالص، ده الامريكان شوريسر. الجزء بيعمل 8 10 7 حسب مستواه وحسب اللي حضرتك طالبه. جميع الاشكال، جميع اي حاجه انت عايزها موجوده عند محمد احمد اهو. دي مزرعه محمد احمد الحناوي يا جماعه، ربنا يبارك له يا رب ويزيده. ارقام مبالغ مهوله مدفوعه في حمام لنفسه والمزاجه. محص اول، بسم الله ما شاء الله اهو، امريكان شوريسر. الحمام ده كله استيراد مش مصري، حمام اللي عند محمد استيراد مش مصري. بصوا يا رب الفيديو يعجبكم. دي الوان طفرات اهيت، موجود جميع الوان الطفرات. ده لون حمري كتاب حبايب ما شاء الله، اللهم بارك. بالنسبه للجنطات ده اول قص معانا جاينت اهوت، لان احنا قايلين لكم دلابر وشروسرات. ده جاينت امريكان بولندا،
روماني، جنط روماني اهو. بسم الله ما شاء الله. احنا كده دخلنا في الجايد. بسم الله ما شاء الله. جاينت امريكا. خليكم معايا. ده جاينت امريكان يا جماعة. بيختلف عن جاينت الرومانية في التقليب وفي كل حاجة. بصوا. ده جاينت امريكان. خليكم معانا. ده جاينت امريكان برضو بس طبعا الصورة مش واضحة عشان الاضاءة. جاينت امريكان. خليكم معانا. جاينت ايس روماني اهو يا جماعه. السعوديين الناس اللي بتحب الجنطات اهو. ربنا يبارك لصاحب المال يا رب. الجاينت ايس اهو يا جماعه وجماله. الناس اللي سالتني من السعوديه على الجنطات انا بفرجك الجنطات اهو اللي يعجبك احنا تحت امرك. جاينت ايس. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. حمام تكوين محترم جدا جدا. نعرفكم فرق الجنط والشوريسر والطفرات والدلابر الألمانية. وزي ما قلت لك مش قص ولا اتنين. ده انت اللي يعجبك رن بس على محمد احمد وقول له انا محتاج كذا. ملك الباب والله ان شاء الله. محمد احمد بقى ملك الباب يا جماعه في الدلابر والشنطات والشرسرات. ربنا يزيده بيسعى وبيجتهد يدخل حمامه كويسه جدا جدا بمورد الله. زي ما انتم شايفين تقليب جسماني محترم، فرد حمام كويس، حمام كله استيرادات خارج. حضرتك محتاج منه اي حاجه تواصل معاه هيقول لك عنده ايه زياده. شوف اللي يعجبك واحنا تحت امرك. ده الجنطة ايس يا جماعة. اي حاجة تعوزها من محمد احمد. دي النوادر بقى الطفرات اهو. عوزت منه اي حاجة في اي وقت ترن عليه. طبعا بنشكر كل راجل محترم بيتفرج علينا. بنشكر كل راجل محترم بيتابعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.